الله الرحمن الرحيم. النهاردة معانا حالة بروتين علاجي. طبعا كلنا شايفين الشعر عامل ازاي. الشعر يعني اقدر اقول الفتلة متدمرة، فتلة عايشة مقصفة ناشفة. فان شاء الله هنستخدم لها البروتين العلاجي علشان نحاول ان احنا نصلح الشعرية دي، ونحاول ندخل البروتين في الشعرية نفسها عشان تتعالج علاج صح، عشان يغيب معاها كمان ويساعدها كمان انه يطول، لان هي شعرها قصير زي ما انتم شايفين. فهيطول ان شاء الله معانا وهيتقل، وهيبقى طبعا خلاف كده خالص ان شاء الله. بعد فترة هصور النتيجة بعد ما نكون عملنا، ولان ان شاء الله هتستمر معانا باذن الله، تبقى متواصلة معانا. هي عروسة يعني، فمعظم اللي بيجي بيعمل وبيخاف يعمل اثناء مثلا لو في حملة او حاجة، بس احنا طبعا علاجي مفيش اي مشاكل فيه. انا بعمل قبل حتى يعني المفروض بعد 3 شهور من الحمل ممكن، بس الكلام ده لو فيه فورمالين، انما ده ما فيهوش اي حاجة، ده خالي خالص من اي حاجة، وبالتالي فهو مش مضر خالص. نروح بقى نشوف شغلنا وبعد كده نشوف النتيجة النهائية للشعر. واخيرا الشعر خلص، خلصناه خلاص بعد شغل 5 ساعات. طبعا واضح الفرق، فرق في الشعر. الشعرية طبعا تماما اتعالجت، واضح جدا الشعرية بقت عاملة ازاي، ما شاء الله عليه، جميل جدا. شوفين اللمعة، في لمعة رهيبة. ده بعد العلاج كده شعرها تعالج ما شاء الله عليه. ايه رأيك بقى في شعرك كده؟ يعني كده ولا الاول؟ لا كده طبعا. ربنا يهنيكي بيه يا رب. هي عروسة، ربنا يوفقها يا رب، واهم حاجة ان يكون شعرها عاجبها يعني. ما شاء الله، هو ما شاء الله جميل، طري جدا وناعم جدا، واهم حاجه اللمعه اللي فيه دي بتستمر، يعني اللمعه اللي فيه دي ما بتروحش، بتفضل معاها على طول اللمعه دي. رجعنا لكم تاني. طبعا انا كنت المفروض اصور المراحل بتاعه الشغل كلها، بس طبعا عشان انا اللي شغاله فمش عنديش قدره ان انا امسك بايدي واصور. فدلوقتي هو كده الفيديو اهو قدامكم، اهو الشعر اهو. في ناس كتير قالت لي قولي مراحل البروتين ازاي، بس انا عشان اقول لك مراحل البروتين ازاي انت مش هتعرفي تعملي، يعني اللي متخيله انها هتعمل هي مش هتعرف تعمل، بالعكس هو البروتين محتاج كورسات عشان تقدري تعمليها. انا بشوف ناس كتير بتعمله هي اجتهادي كده، طبعا بتبقى فيه سلبيات كتير طبعا هي بتعملها هي ما تعرفهاش، اللي بتحاول ان هي تعمل من فيديو او بتعمل من حاجة، فبتكون بتعمل سلبيات كتيرة. اولا نوع البروتين ما بتبقاش عارفة تختار النوع الصح، لان كل شعراية لها نوع معين، كل شعراية لها نوع لازم تختاريه تبع التلف اللي فيه الشعر، مش اي حاجة بتحطيها على الشعر، ولازم يكون خالي من الفورمالين، خالي من اي مواد ضاره بالشعرايه، لان الشعرايه اساسا جايه لك تلفه. طبعا انتوا شفتوا الفيديو الاولاني وشفتوا ازاي ان الشعرايه كانت تلفه، فانا ما تبقاش الشعرايه معايا تلفه كده واحط لها حاجه فيها فورمالين او حاجه فيها. انا طبعا ما بستخدمش المواد دي كلها، انا بفضل المواد العلاجيه لان هي امنه على الشعر وصحيه. فلما تكون الشعرايه عندي تلفه لازم اختار لها نوع يكون مناسب لتلف شعرها ده، عشان يقدر يعوضني التلف اللي في شعرها ده ويعالج الشعراية اللي قدامي دي. فطبعا انا اخترت لها نوع بالفواكه الاستوائية، في عندنا بزبدة الشيا، في عندنا بالكولاجين، في عندنا حاجات كتيرة مختلفة، ولكن انا فضلت اللي هو بالفواكه الاستوائية، لانه بالنسبة للشعراية دي بالذات هي محتاجاها. زي ما انتوا شايفين هو عالج لي التلف، وعالج لي التقصيفة بتاعت شعرها، واداني الطريان اللي انا عايزاه واللمعان اللي انا محتاجاه. بس وطبعا ربنا يهنيها بيه يا رب. كده الشعرية خلاص، والمفروض تلتزم بقى بالتعليمات. وفي نهاية الفيديو كلنا طبعا شفنا النتيجة شكلها ايه، وشفنا الشعر عامل ازاي.
دلوقتي احنا اي حد عايز يسأل على اي حاجة ممكن يسأل في الكومنتات وانا هجاوبه. بس ما تحاوليش تعملي بروتين انت من غير ما تكوني عارفة، لان في حاجات كتيرة انت ما تعرفيهاش. كده خلاص خلصنا، يا رب يكون الفيديو عجبكم. واللي عايز يسأل على حاجة يسأل في الكومنتات وانا هقوله. والسلام عليكم. هزي بقى راسك كده، ايوه برافو عليكي، كمان كمان حلو قوي دي، الصورة دي جميلة.